بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أزول في اللون، مرحبا يسون، أنسو في يسون، مرحبا بكم في قناة النهار تيفي مع الشيخ النووي طال حابط. الشيخ النووي طال حابط يلتقي بكم كالعادة والعوايد في هذه الليلة المباركة، في هذا اليوم الزين، ليلة من ليالي رمضان، ولو أنه مازال ما كملناهاش، مازال ما فطرناش. اليوم رانا 25، رانا جايبينها بشوية، رانا في العشر الأواخر. يعطينا ربي الخير والهنا إن شاء الله، ربي يفرحنا ويهنينا ويهني كاع المؤمنين، وان شاء الله يتقبل الصيام والقيام كاع للمؤمنين، وخاصه الامه والشعب الجزائري. تحيه الى ابناء وطني القالي، تحيه الى ابناء وطني القالي في كل مكان، لكم تبع في البرنامج، تبع في قناه النهار اللي راكم في كل مكان. وتحيه ثاني الى خوتنا الزماقره اللي راهم يتبعوا في البرنامج، تبع في قناه النهار. وتحيه سبيسيال 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 لاسود الجزائر، حماة الوطن، حماة الحدود، أبناء الجزائر الغالية، أفراد القوات المسلحة المنتصرين في كل مكان، مش قبل الحدود، في كل نقطة، كل نقطة عزيزة على قلوبنا، كل نقطة من هذا الوطن الحبيب كاينة عيون تسهر لا تنام واجدة للتضحية من أجل الجزائر الحبيبة. إن شاء الله ربي يحفظ بلادنا ويعطينا الخير إن شاء الله، ويهنينا ويهني أبناء الوطن كما رانا. مع دعاوي الخير روح الخواص، خواص أعطيني دعاوي الخير. الله لا يقبلنا إن شاء الله، ولا يجيب لها الحفظ يا وليداتها، الله يجعل الحفظ والسلامة لبلاد الجزائر والأمة محمد كالكل، وحفظ بلادنا إن شاء الله من هذا المشاكل. الله يجعل رب العالمين يلطف بنا وبكم إن شاء الله، ولا يجعل فيكم الخير وبركة، أنتم اللي راكم واقفين يا سيدي. الله يعطينا الخير إن شاء الله، الله يعطينا الخير إن شاء الله. ربي يجي منه غير خير، وإحنا نطلبوا الخير، لأنه الدعاء عبادة، والتضرع والشكوى لله عباده. احنا نطلبوا الخير من عند ربي، راه عطينا الخير وراه يعطينا في الخير، ونزيدوا نطلبوا بالخير ونبقى نطلبوا بالخير. فقط الشر، المصدر تاع الشر هو احنا، الخير من عند ربي والشر هو احنا، احنا هو المصدر تاع الشر. يا ريت لو كان نقصوا شويه شر، بالمناسبه تاع رمضان وهذا العشر الاواخر، نفطنوا بعضنا، نزعزعوا شويه ارواحنا، نقصوا شويه. ما سيدي ما نقطعوش الشر يا سيدي، احنا رانا والفنا بالشر، خلاص والفناه، راسكنا في الدم، خلاص حقيقه. ولكن نحاولوا كيفاش نقصوا سيدي، على الاقل كي نموتوا نموتوا بالنيه تاع نقصوا الشر، ما نخلوش كيما راه، ما نخلوش يزيد. المهم انا ما نتفلسف، ما فقط هذه فرصه تاع العشر الاواخر. ان شاء الله ربي يلاقينا بليله القدر ويستجيب الدعاء، والدعاء تاعنا هو اللهم انصر الاسلام والمسلمين في مشارق الارض ومغاربها، اللهم احفظ بلادنا، اللهم استرها، اللهم لا، اللهم ان شاء الله شافي مرضانا كاع، اللهم ارحم موتانا كاع سونز اكسيبسيون، شافي مرضانا كاع ان شاء الله يا ربي. هذا هو الدعاء تاعنا، اللهم احفظنا، اللهم اعطينا الخير، اللهم نور قلوبنا، اللهم ان شاء الله نموت ونفارقوا الدنيا هذه على لا اله الا الله محمد رسول الله. روحوا للعمل دروك، روحوا للعمل، من الدعاء والدعاء 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 ان شاء الله، روحوا للعمل. على بالكم احنا في البرنامج طال حابط، تقريبا انا داخلين عليها هابط 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 هابط, هابط. خطرة كي نلقاو حاجة زينة وتستاهل الطلعة نجيبوها، لأنه مسؤولية في رقابنا. والبارح رانا جبنا حاجة زينة زينة من مسؤول، هي بالحقيقة مسؤولة ماهوش مسؤول، مسؤولة هي مسؤول، احنا نقولوا مسؤولة، مسؤول ولا مسؤولة كيف كيف. في الحكومة شادة قطاع التضامن السيدة الوزيرة قانية إيطاليا، وقانية إيطاليا شحال من خطرة نهبطوها في البرنامج، ولكن هذه المرة دارت جاست، دارت جاست إنساني طيب، اللي خلينا ويحتم علينا أننا نطلعوها. وماذا بينا احنا كي طلعناها، مش معناها أننا نشهروا بها، ولا فقط هذا السلوك الحضاري الإنساني هذا، ماذا بينا يكون قاعد في المسؤولين تاعنا، المسؤولين تاعنا قاعد يكونوا هكذا، الإنسانية والطيبة والاحتكاك مع المواطن والزوالي، هذه احنا هذا الشيء اللي نسعى وعلاجه. المهم ما نطولش عليكم بزاف، أطلق خواص الوزيرة قانية إيطالية تسربي في الشربة والحريرة للشيوخ المسنين، أطلق. ها هي قانية إيطالية، ها 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 خواص خواص قال لي ريدي نروح غير كيما تشدالي من ريدي ليها، ودي خواص لا تعدى فيا الحالة كاع ماشي انا يقلا وتعدى هاني هبطت يا او كيما دوك انا ولا كي طلعت الوزيرة نهبط انا يا ها يا الذيابة. المهم هاي الوزيرة تاعنا، وزيرة تاعنا قانية إيطاليا بنت الجزائر، هاي ليك يعني مشهد جميل
حابين ننبهوا به، وان هذا الشيء ميساج رساله للمسؤولين تاعنا اللي راه كاين فيهم مشنف هكذا ومكشر. يا ابن عمي تفتحوا شويه، هذا راه شعب شعبكم والبلاد بلادكم ورانا قاع عائله واحده. عاود لك عجبتني، عاودها لي. شوف اللهم صل على النبي، وزيرة تاعنا قنيه ايطاليا تسربي في الحريره، ها زيدي واحده يا اخي باطل. ها اللهم صل على النبي. ها يا اخي ماهيش حاره، ها ايه ماهيش حاره. ها والبوراك، ها والبوراك، بوراك ما بقاش الفطور، شحال مازال الوقت الفطور. ها هاي زيدي واحده، ها واحد والراف. خلطي مليح الوزيره، خلطي مليح، خلطي وباش تطلعي قطعه تاع اللحم. هاي قطعه هكذا صحي. المهم الوزيره تاعنا غاليه ايطاليا اليوم طالعه، زيد واحده اطلق عليا. من الشربه والبولاغ والوزيره طالعه، نروحوا نشوفوا الحاله وراهي مخروبه. شحال من مره نقول لكم يا جماعه الخير، الخراب هذا ما يخلصش، والله ما يخلصش كي ما يخلص. هاوليك مثلا احنا في رمضان برنامج تاع طالع حافظ راه يومي، كل يوم نطلع عليكم، كنا نطلع عليكم نهارات الولاء في بعد الافطار، وهذا نهارات العشر الاواخر رانا نجو قبل الفطور. هذا مكان كل يوم نجيبوا الخراب، كل يوم نجيبوا الدمار كاع على المستوى الوطني، 48 ولايه كاع في الجهات. ومش معناها رانا نديروا في راتيساج زعما نمسحوا كاع الوطن، رانا نجيبوا هاك منا ونبينوا الخراب، ونبينوا العوج. المسؤولين راهم ساعه يدخلوا ويرقلوا القضايا ويرقلوا الامور، يعطيهم الصحه ويكثر خيرهم، وحنا رانا خدامين، وهذه هي رانا في بلادنا، وان شاء الله ربي يدومها نعمه ان شاء الله ويحفظها من الزوال. ولكن في ندوروا نلقى المغربه من تبدا. واش عندنا غواص اليوم مغربه؟ خواص قال لي اليوم نديروا جوله عبر الوطن، نبداوها من اقصى الحدود الغربيه، تندوف العزيزه على قلوبنا. هذه ايه ماشي البارح، لا ماشي البارح تاع اليوم، رانا هذا العقل ايمن عليها ايمن، قلت لك اللبلابي راح تهبني يضرب واحد، والله العظيم هذا ايمن ولا اخونا من تونس هبني يهضر لك على اللبلابي واللبلابي. خليني نريح دروك يا ايمن، رحم والديك. قلنا تندوف امس، ماشي معناها البارح السبت، امس يعني هذو النهارات اللي فاتوا. واش داروا على بالكم اللي كاينه ظاهره تاع قرص النخل؟ والنخل هذه جماعة بزنس، خرطي في خرطي باش نهضروها ملا بزنس. اش المسؤولين الله يهديهم قال واش نشبحوا الحاله الوسطى به بالنخل؟ شحال النخله؟ ما نعرف لا 2 ملايين ولا 4 ملايين ولا 6 ملايين ولا 10 ملايين، الله اعلم الفاتوره علاش بلاش. المهم بصح النخله ماهيش باطل بالدرام، فورنيتور يفوز، جيبها لي احفرها وقرسها وسقيها. المهم معليش يا سيدي، احنا ما قلناش ماناش ضد، ولكن علاه تقرصوا في النخل ويموت يا عباد الله؟ ويموت ونورمال عادي وجوهكم صحاح نورمال. هاليك تندوف الامس اطلق يا خواص، هاي في تندوف قدام الاقامه، ماشي الاقامه، ها شجو هذه كما كانوا يقرسوا. لا بالعقل مشروع سموه الجماعه تاع تندوف مشروع القرن. هذه الصور احنا اعتمدنا على، ها جابوا النخل اخضر، افهم. احبس يا خواص. شوفوا مليح، هنايا في تندوف جابوا النخل اخضر حفروا له وقرسوه. من المفروض انه كي يكون عندك نخله خضراء تتهلا فيها تكبر وتخضر وتراهي في الصحراء، ولكن الذيابه يحوسوا غير الفاتوره برك، قال اقرس نخله خلصني من النخله وخلي تخلى، اقرس نخله خلصني وخليها تخلى، اقرس نخله خلصني وخليها تخلى، اقرس نخله اطلق فيديو اطلق، اقرس نخله خلصني وخليها تخلى، اقرس نخله خلصني وخليها ياوا. لا هذيك في ديار ياوا، في كل 100 درا نخله ميتات يا رد، تهردت هنا. لا هنا ماشي كل 100 متر، هنا كل 500 متر كل 500 متر كاينه نخله ميته تندوف تهردت اقرس نخله خلصني وخليها تخلى، اقرس نخله خلصني وخليها تخلى، اقرس نخله
لس نخلة خلصني وخليها تخلى لس نخلة مكانش خيرنا نقوله. المهم أقرس النخل قال إيش حاقص من النخلة؟ قال 200. النخلة إيش على حسبولك؟ بخمسة 100 مليون. هاي يعطيني شيك تاع 100 مليون. أي ها يا عباد الله يا عباد الله يا عباد الله يا قريش يا قريش هذا الشيء نقولك بحاجة والله غيّس رغيف الجزائر هاي من الأخر. سلطة محلية تعطين دفرك ما عطين زيد واحدة أقرس نخلة أقرس نخلة تندو فين راحوا تيموش انت ما تقوليش قرص نخلة ما كاش نخلة تقريبا شوفوا الجزائر الحبيبة تتميز يعني الولايات نقولوا ولاية فيها الفساد تاع النخل ماشي معناها الولايات قاع يتبعوها قاع نديروا النخل قاع نضامنوا التضامن هذا هو التضامن حتى بالفساد الجزائر فيها التضامن حتى بالفساد متخاويين في الفساد متخاوين في المخروبة خاوة قال ياه يحب ويه في ولاية عندي مجنت المالح تحية لخاوتنا في المالح وخاوتنا في تندوب صحة فطوركم مازال شوية مازالكم قريب ساعة بعد فطر قلنا ولا راهم فطروا ما نعرف لا فطروا ولا مازال عندي مجنت المالح حديقة مقابلة البلدية في السانترفيل حديقة شوفوها باش ما نكثرش بزاف ما نعطاش الشروع حتى يا خواص هاي الحديقة تاع المالح العجيبة عندها وقيل 5 شهور ولا 4 شهور خسروا لها 1 مليار ريقلوها وداروا منها وداروا لها الحنة ياه وكلوا الفرايكات وقرزنا أخلاء وقرزنا أخلاء خلصني وخليها تخلاء شو شوية عيبة الله قدام بلدية ما فهمناش هذه الحديقة هذه ما فهمناش علاه يعني علاه هذا قرياج والله ما فهم التريسودي تاع البيطون ما فهمناش يعني هذه حديقة قدام بلدية شو شو قدام البلدية قدام البلدية شوفوا بعينيكم وانا قنيكم يا وقرس نخلة وقرس نخلة خلصني وخليها تخلى قرس نخلة قرس نخلة خلصني وخليها تخلى قرس نخلة على بالك مش معنى قرس نخلة وخليها تخلى هنا يا جماعة والله العظيم هنا العلاقة تاع اللي يجي يخدم المشروع يجي يشوم يسيوني يديها موان ديزون ومن بعد يولي يدير غير في المدرح دير هو في الكواقر القرياج مثلا محطوط نقولوا 100000 المتر لينير هو يجيب تاع 2000 فرانك وتاع لا ساق بالبزاق لا ساق بارك ياكل شجو ياكل خطر عليه ياكل هذه هي ها يعني شجو والمارب في الكوارت في الكونفونسيو قال المارب من النوع الرافع تاع 4 ملايين للمتر ايه هاو بزنس هاو الذيابه بزنس وبالله يا وهذه درك تلقى عليها والله شحال من 100 مليون الله يرحم الشهداء الله يرحم الشهداء يا ذيابة وقد وكي تقابلوا الشهداء بها تقابلوهم سلطة محلية تاع المالح انت مش تترك مهارتين زيد واحدة زيد واحدة غير باطل اه خواص قال لي خير تروح بالعباس ولا غليزان هما قاع خاوتنا تحية صحاب طرقم ناس بالعباس صحاب طرقم ناس غليزان نروحوا لغليزان غليزان تعرفوا بلي كاين واحد المصلحة يسموها الخزينة العمومية طري هاك العادة ديال الفناتر سي ديال الفناتر قلنا على بالكم بلي كل ولاية فيها الخزينة تريزور هذا هو اللي يسركلوا فيه الدراهم سواردة شكارة ياه هذا تريزور عنده وقت 4 سنين ولا 5 هو مبني حال الفم وهكذا وقاعد هات لك تمشي ما نعيط ما قرس نخلة ما والو ها ها هدوء راه قريب الفطور ياه حقيت على البوراك اطوزيو خلوا لي البوراك تاعي وخل ها شوفوا جماعة الخير شوف تعودوا تقولوا لنا ويراه قالب رمضان ولا ها هذا خزينة تريزور خاوية مسكينة مكادنية والناس تسوفري تروح لقطعة الرقاب باش ها تبنيت يعني هذا العوج هذا كيف هذوك ما نحبسوش منه ولا كيف هذوك المهم انتو ما تتعوجوا احنا رانا هنا انتو ما راكم هنا احنا رانا هنا احنا يا انتو احنا نخبروا وانتو ما تتعوجوا يا الذيابة يا الجراوة واحنا نخبروا احنا نصوروا
ومبينوه في التلفزيون في قناة النهار، هذا مكان وخلاص، ما حبيتوش تستقموها الله يسهل عليكم. المهم السلطات المحلية تاع ولاية قيزان ولا المالية والفينانس راك مهابطين. زيد واحدة زيد واحدة يا اخي باطل عطلك عليا. مازال وقتها خلاص اما كي خلاص خلاص ولا قاعدنا هنايا. الى هنا ينتهي لقائي بكم اليوم، دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. صحه فطوركم.